حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها مستوى الدراما اليمنيه في رمضان هذا العام وفق الامكانات المتاحه والظروف الراهنه التي تعيشها البلاد. تباينت الآراء حول الدراما اليمنية في رمضان لهذا العام من حيث المضمون والمستوى الفني والأداء بين مؤيد وناقد ورافض لأسباب مختلفة الدوافع والخلفيات، لربما تجاوز الناقدون ظروف الإنتاج وما تمر به البلد من أحوال فضلا عن طبيعة الإمكانات المتاحة. كثيرة هي الأسئلة التي امتلأت بها السوشيال ميديا، بل صارت حديث المجالس والدواوين في اليمن، فثمة من رآها انعكاسا للمجتمع، وهناك من رأى فيها إساءة وتشويها وتجاوزا لحقيقة المجتمع. لكن كيف يمكن تقييم الدراما اليمنية؟ وهل يمكن اعتبار التفاعل الأولي الحاصل على السوشيال ميديا والمجالس مؤشرا كافيا لمعرفة رأي الشارع اليمني؟ وهل نجحت الدراما اليمنية فعلا في تجسيد واقع المجتمع اليمني أم أنها ساهمت في تشويهه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز مدير مكتب الثقافة في محافظة تعز السيد عبد الخالق سيف، ومن صنعاء الممثل القدير الفنان يحيى إبراهيم، وعبر سكايب سيكون معنا من ماليزيا الباحث في العلوم الاجتماعية السيد علي الويناني. أهلا بالجميع، وأبدأ مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد عبد الخالق سيف، مدير مكتب الثقافة في المحافظة. سيد عبد الخالق، إذا مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير ويسعد مساك. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم والدراما الرمضانية والدراما اليمنية بخير دائم. نعم. وشكرا لهذه الاستضافة. أهلا بك سيد عبد الخالق. يعني موضوع الحلقة اليوم نناقش الجدل الدائر بشكل كبير على السوشيال ميديا، خصوصا في أول أسبوع من هذا الشهر، يعني في مسألة هناك ناس من يروا أن الدراما أساءت للمجتمع وأظهرته يعني شكل بعيد عن الواقع الذي هو عليه، وهناك من يرى في هذه الدراما أنها جسدت الواقع فعلا. كيف تنظر إلى إنتاجات هذا العام سيد عبد الخالق؟ بكل تأكيد أن التباين في آراء المشاهدين هو دائما ما يحدث كل عام، دائما ما يأتي التقييم بين مؤيد ومعارض، بين حالة الرضا وعدم الرضا كل عام، وهذا يدل على ذلك التعافي وذلك التفاعل الجميل بين المشاهد وبين الأعمال الدرامية الرمضانية. نعم. قبل أن أدلو بدلوي في هذا الأمر، دعنا نتحدث عن ما هي الأعمال الدرامية التي قدمت والتي كانت حاضرة وسببت حالة التباينات لدى المشاهدين بين مؤيد ومعارض. سنجد أن هناك مسلسلات على أصابع اليد ولا تتعداها، يأتي على رأسها المسلسل الأكثر جدلاً، نعم، غربة البن، لديك عسل صافي والذي على قناة المهرة وهو من المسلسلات سيت كوم، لديك حالتي حالة، لديك مسلسل مع ورور والشطارة في العمارة، كان هناك مسلسل مرتقب وهو الجمرة على حضرموت لفلاح الجبوري، إلا أن هناك مشاكل تتعلق فيما تحدثت عنه وهو الإنتاج والتكاليف وخلافات أخرى غيبت الجزء الثاني لهذا المسلسل. نأتي لاستشراف ذائقة المشاهد، وهو الهدف من هذه المسلسلات. المسلسلات تنتج من أجل جلب حالة الرضا لدى المشاهد، والتباينات صحية وتدل على ذلك التعافي الجميل، لكن التطرف في النقد وفقط طرح النقد لمجرد النقد لا يخدم الأعمال الدرامية ولا يخدم تقييمها وتصويب الأخطاء التي تتواجد.
بكل تأكيد حالة الدراما اليمنية هي من حالة البلاد، من حالة الوضع المزري، من حالة تلك المشاكل التي جاءت وألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، ومن ضمنها الدراما، حالة الحرب، حالة الصراعات، حالة الانقسام، الشرعية، الانقلاب، كلها أدت إلى انعكاس ذلك على المنتج الدرامي ومدى جودته ومدى قبول أو رفض هذا العمل الدرامي. يعني سيد عبد الخالق، أنت أشرت إلى نقطة في مسألة النقد لمجرد النقد، يعني هل تعتقد بأن يعني الكم الهائل من الانتقادات الحاصلة هي يعني عائدة على المزاج فقط، بأنه هناك من لا يقتنع بالدراما اليمنية وبالتالي يعني يقوم بتقديم النقد دون أيضا أن يعود لتقييم العمل والنظر فيه بشكل جيد ثم يقدم هذا النقد فيما بعد؟ يعني هنا نحن نتحدث عن يمكن 3 أو 4 حلقات والانتقادات تنهال بشكل كبير، بينما يعني لم يستطيعوا أن يصبروا حتى أن يتجاوز أسبوع كي يطرحوا تقييم في عمل ما. بالتأكيد ما طرحته أنت صحيح، وهذه النظرة المستعجلة هي تأتي بسبب أن المتذوق والمشاهد يقدم رؤية مثالية للدراما التي يريدها، ويكون في ذهنه صورة مثالية لما يريده، لكن ذلك يناقض السيناريو، يناقض العمل الدرامي، مساراته، مشاهده، الإنتاج، القصة، الحبكة، كل تفاصيل العمل الدرامي والمسلسل. بالتأكيد يجب أن نمشي مع هذا السيناريو، أن ننتقد الأخطاء الفنية والموضوعية، لا أن نذهب إلى الذاتية فقط لنقدم صورة مثالية. الدراما بكل تأكيد هي مطالبة بأن تقدم صورة فضلة، صورة جميلة، لكن أنت عندما تتحدث مع منتج، مع كاتب سيناريو، مع ممثل، هو بالتأكيد يتبع مسار سيناريو مكتوب لحبكة، لقصة درامية، يجب أن 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 تتوافق مع مسارات، مشاهد، تفاصيل معنية مترابطة متعلقة بالفكرة، المدى الزمني. كثير من انتقدوا المسلسلات وقالوا أن بعضها قدم صورة سلبية عن اليمني، هي خاطئة. هو بالأخير مثلما أخبرتك استعجال في الحكم، وبنفس الوقت لم يراعوا ظروف إنتاج هذه المسلسلات. إذن سيد عبد الخالق، هناك الكثير من النقاط سنناقشها سويا وساعود إليك، ولكن دعني أن أرحب بضيفي معنا عبر سكايب من ماليزيا، الباحث في العلوم الاجتماعية السيد علي الويناني. سيد علي، مساء الخير ومرحبا بك وشهرك مبارك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بألف صحة وعافية، وتحية لضيوفك الكرام. أهلا بك. كان الفنان الجدير الأستاذ يحيى إبراهيم أو ضيفنا من تعز. أهلا بك سيد علي. يعني اليوم نتحدث عن الدراما اليمنية، ويعني كيف هي الدراما هذا العام، يعني كيف تتابع أداء الأعمال الدرامية التي وردت في الكثير من القنوات اليمنية هذا العام في رمضان تحديدا؟ بالنسبة للدراما اليمنية، أصبح لابد أن تتعامل الدراما اليمنية مع المجتمع اليمني أنه بعيدا عن النقد الفني، فالمجتمع اليمني ليس نقد فني ولكنه متابع جيد. أصبحت الآن بتطور التواصل، وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها والإنترنت على سبيل المثال، أصبح مقدرة المجتمع اليمني أن يرى أعمال أخرى في جميع أنحاء العالم، فتطورت عنده الذائقة. فمثلا ما كان يتم في 2005 و2004 لم يعد صالحا لما يتم اليوم. أيضا قد لا نقول مثلا أن الدراما اليمنية لا تمثل المجتمع اليمني، ولكن تحاول أن تتهرب من الوضع الحالي أو ما يتم حاليا في اليمن، والبحث عن أشياء قد تكون مهمة لكنها لدينا أولويات. صحيح عندنا اقتناع كبير جدا أنه مناقشة الوضع الحالي ليس بمقدور الجميع أن يتحمل تكاليف مناقشة الوضع الساخن الذي تمر به اليمن، ولكن المجتمع اليمني مر بخيبات أمل كثيرة جدا، مثلا لما يتعرض له
في الخارج من إهانة ومن تغييب ما تمثله سواء كانت الأطراف التي تتصارع في اليمن وغيرها، فكان المجتمع اليمني عنده أمل من الدراما أن تقوم بتقديمه إلى المجتمع الخارجي على أنه إنسان يستحق العيش وإنسان راقي. خلافنا ليس خلاف على الفكرة بذاتها التي تقوم بمناقشتها الدراما اليمنية، ولكن أصبحت النزعة عند المجتمع اليمني لماذا يتم إظهار المواطن اليمني بهذه الصورة البسيطة. فمثلا عندما تلاحظ أي مسلسل على سبيل المثال الأكثر مشاهدة حاليا اللي هو قربة بن، لماذا يتم عرض كل الممثلين وكل المجتمع اليمني على أنه المواطن عبارة عن بسيط جدا، ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم طموح، الملابس الشخصية، عرض الصور. لكن سيد علي، يعني لا نتناسى الفترة الزمنية التي يتحدث عليها هذا العمل الدرامي. طبعا يعني كما يوضح أن هذا العمل يعني يحاكي الواقع في عام 1980، يعني اليوم الواقع تغير تماما عن تلك الفترة. نعم، الواقع تغير فقط من المظهر الشخصي لليمنيين، أما من ناحية الطموح، من ناحية الإيجابية الموجودة في الناس، من ناحية قوة الشخصية، فما نحن حكمنا العالم ولدينا حضارة من خمسة ألف سنة. لذلك عندما تتكلم عن الإنسان اليمني أو المواطن اليمني، المواطن اليمني أفضل بكثير من الصورة الذي يحاول أن يصورها. كلنا نتابع مسلسلات تاريخية قديمة تعرض ما قبل 2000 سنة على سبيل المثال. لكن ما هي نقاط الإساءة في لشخصية اليمني في هذا المسلسل، لو يعني أخذنا دقائق بالتركيز على يعني غربة البن، يعني ما هي نقاط الإساءة التي يعني نحن سمعنا الكثير من الحديث وبالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قدم الشخصية اليمني بشكل سيء، يعني لو تضعنا بمثل بسيط أي يعني ما هي الإساءة في الفكرة من حيث الملبس أو من حيث التعامل أو من حيث الهيئة، يعني ما هي بالضبط؟ أولا من حيث الملبس، حيث اتفق بسبب تغير ذائقة الناس، ما المانع من إظهار الناس بملابس نظيفة، ملابس مرتبة، حتى إذا كانت تعرض تراث نعرض تراثنا بما يناسب ونخد أن يرانا به العالم. يعني وصلنا لدرجة أنه نخاف أن نشارك هذه المسلسلات في صفحاتنا الشخصية في التواصل الاجتماعي حتى لا ينظر لنا. لكن أفهم منك أن الواقع في تلك الفترة عن ما هو يعني منقول عبر هذا المسلسل مختلف من حيث حياة الناس وبساطة الحياة في تلك الفترة، نظره بصورة أرقى. هذا بالنسبة للشخصية. أيضا لدينا مشكلة مع الشخصية بحد ذاتها، تمثيل الممثلين بشكل عام في المسلسل على أنهم ليس لديهم شخصية قوية، كوميديين بشكل كبير جدا، وأنت تعرف أن الكوميديا ليس تصفها الجميع، خفة الظل بالضبط. قد ربما يكون في المسلسل شخص أو شخصين، ولكن ليس الجميع، لابد أن نحصل على الأقل واحد عاقل في المسلسل بالضبط. هذا الشيء الطبيعي الذي لابد أنه يتقدم للناس. أيضا تصوير المواطن اليمني على أن طموحه أنه يتزوج بجارته الجميلة، هذا تصور خاطئ. لدينا رؤى كثيرة، لدينا طموحات كثيرة، نحب أن يتم عرضها حتى لو كانت قديمة. يعني احنا نتكلم مثلا، تكلمت عن قبل 20 سنة، تكلمنا قبل 50 سنة بالفعل. يعني أنت مؤخرا أشرت إلى نقطة مهمة وهي في مسألة الشخصية، يعني كما قلت يعني نريد حتى شخصية واحدة عاقلة يعني في أي عمل درام. يعني فهذا أصبحت اللائم في الدائر في كل المسلسلات للأسف الشديد. يعني مثلا ممكن نحن نحصل مسلسل كوميدي واحد، ما فيش مشكلة، الناس يحبوا الترفيه، لكن لابد أن نحن الآن الدراما متأثرة بالمجتمع اليمني، لكن ما يمر به المجتمع اليمني في الوقت الحالي، أن الوقت الحالي أو ما مر به خلال السنوات الماضية لا اعتبره الشيء الدائم عن المجتمع اليمني. المجتمع اليمني أرقى وأطمع
تاجر من آلاف السنين بالبخور والروائح وغيرها، يعني وصل لدرجة الاهتمام برائحته وحاول أنه يسطرها للعالم كامل. فأكيد أن احنا ممكن إذا بحثنا في تاريخنا وتراثنا ممكن أن احنا نظهر المجتمع اليمني بصورة أجمل، وهذا ما ولد ردة الفعل القوية أمام الشباب. طيب الشباب في التواصل الاجتماعي وغيرها. سيد علي تكرم بالبقاء معي، دعنا نروح أو نذهب الآن يعني متابعة هذا الرأي النقدي للناشط علي الشرجبي من تعز، نشاهد سويا هذا الرأي ومن ثم نعود. الدراما اليمنية شهدت انتقالة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإخراجي. بالنسبة للحبكة الدرامية أو السيناريو أو ما شابه، أعتقد حتى اللحظة ما يزال هناك ضعف، وهذا السبب بسبب عدم وجود كوادر متخصصة في كتابة السيناريوهات وتجهيز الحبكات الدرامية. الشيء الآخر بالنسبة لنقل واقع الشعب اليمني، هناك بعض المسلسلات استطاعت أن تنقل جزء من حال الشعب اليمني وواقعه سواء الاجتماعي أو الثقافي وما شابه، وبعض المسلسلات يوجد فيها ابتذال. الابتذال هذا أعتقد أنه غير مقصود، بسبب رغبة القائمين على المسلسلات أو المخرجين إضفاء جانب فكاهي وبغية إسعاد المشاهدين. لكن التمادي في تأدية بعض الأدوار أدى إلى إظهار صورة بعض الممثلين بصورة غير مناسبة وغير لائقة، جعلتهم أشبه بمهرجين وليس ممثلين. أعود وأكرر بالنسبة للجانب الإخراجي، جانب الإخراج واستخدام التقنية، المسلسلات خلال الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية كبيرة جدا، لكن يوجد جانب قصور كما قلت في جانب السيناريوهات وكتابة القصص. نتمنى أن نتلافى هذا الأمر مستقبلا، وأتمنى من القائمين على القنوات الفضائية والمسلسلات بشكل عام والدراما اليمنية التركيز على الجانب التاريخي لليمن، لأنه حتى اللحظة هناك مسلسل واحد فقط الذي يركز على الجانب التاريخي هو الطريق للمدينة، غير ذلك لا يوجد أي مسلسل تاريخي إطلاقا حتى الآن. نتمنى من القائمين على الدراما اليمنية. إذن مشاهدينا هذا كان رأي نقدي للناشط معتز الشرجبي من تعز، وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة بالمحافظة. سيد عبد الخالق مرحبا بك مجددا، و يعني نواصل الحديث حول الدراما اليمنية. يعني لعلك سمعت لحديث ضيفنا من ماليزيا سيد علي، يعني تحدث بمسألة أن يعني دعنا نركز على النقاش الذي دار بيني وبينه في مسألة عمل غربة البن، والذي لديك مشاركة فيه في يعني كلمات المقدمة في هذا المسلسل. أولا لو تضعنا تقييمك لكي نعرف الفكرة لهذا العمل. بالتأكيد للقدير الأستاذ علي كل الاحترام والتقدير على رأيه، مهما اختلفنا سنظل جميعنا نبحث عن الفعل الصوابي والتقييم المنطقي. عندما نقول أن مسلسل غربة البن قدم الكاركتر أو كاركترات الشخصيات بطريقة لا تخدم الإنسان اليمني وتاريخه وتفاصيله، فنحن بذلك نكون ظالمين للفترة الزمنية. أنت تطرقت للأمر بطريقة منطقية ومنصفة. عندما نقيم يجب أن نخضع تقييمنا للمرحلة الزمنية التي من خلالها أو فيها يتم تصوير هذه المشاهد. المسلسل يتحدث عن ما يقترب من نصف قرن مضى. بكل بساطة أخبر الأستاذ علي، عندما تشاهد صورة قديمة لوالدك لعمك لقريبك في هذه المرحلة، ستجد ذات الثياب، ستجد ذات الشعر بنفس التفاصيل. جميعنا رأينا هذه الصورة، ارتبطنا بها، رأيناها من خلال آبائنا، من خلال أعمامنا، من خلال من عاشوا تلك الفترة. جاءوا سيد عبد الخالق، أنا بالنسبة لي يعني في حتى عام 2000 وأنا هذه الشخصيات، أنا عشت بالريف أيضا، هذه الشخصيات حتى عام 2000 وما زلنا يعني نجد البساطة في الحياة بنفس ما نقل في هذا نجد العمل. هذا نجد هذا الكاركتر.
بالتأكيد والنظرة المثالية تحتاج إلى تكاليف إنتاجية كبيرة، لا يجب أن ننظر للأمر بمثالية. الدراما يجب أن تنقل الأمر كما هو بدون محسنات. سأضرب لك مثلا في مسلسل طاش ما طاش، عندما تناول النجوم المسلسل فترة زمنية في المملكة العربية السعودية، جاءت الكاركترات للشخصية توافق البيئة، توافق الزمن، توافق الملبوس، الشكل، الإطار، ولم يقل أحد أن هذه المسلسلات تسيء للسعودي أو للخليجي أو لأي شخص آخر. يجب أن تكون نظرتنا عادلة ومنصفة. نتحدث عن فترة زمنية. أتفق مع الأخ العزيز، ربما أن هناك بعض الشخصيات خرجت عن إطارها، أكثرت من الكوميديا، لكن ذلك راجع أيضا إلى عملية تقييم. أنا عندما أكتب مسلسلا ما يجب أن أقرأ ذائقة الناس، ماذا يريدون؟ لذلك المسلسلات هي تصنع الترفيه في إطار من قضايا ومناقشة لقضايا اجتماعية معينة. الترفيه يعني الكوميديا، وهذا ما يريده الجمهور. منتج العمل أو صانعه أو كاتب السيناريو يجب عليه في هذا الأمر وفي هذا السياق أن يكتب بما يرسم الفرحة والضحكة على الجمهور في رمضان، مع وجود قضايا تناقش بطريقة منطقية بمسارات منطقية. أنا أقول لقد حصد غربة البن كثير من هذه التباينات بين حالة الرضا والموافقة على هذا العمل الدرامي، وبين أقول قلة ترفض مثل هذه الأشكال التي ظهر بها الممثلون. لكن بالأخير يصبح غربة البن هو أفضل عمل درامي في سياق وفي خارطة الدراما اليمنية. الأسباب عائدة لتفاصيل كثيرة. لماذا أصبح غربة البن حالة تمثل رأي عام، تمثل حالة نقاش لدى جميل؟ إذن سأعود لنكمل الكثير من النقاط سيد عبد الخالق، ولكن دعنا نرحب بنجمنا الكبير الفنان يحيى إبراهيم، سينضم إلينا من صنعاء. سيد أو أستاذ يحيى، أسعد الله مساك بكل خير وشهرك مبارك وكل عام وأنت بخير. يا حيا بكم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم والجميع في صحة وعافية إن شاء الله. حيا بك فناننا القدير، ويعني نتحدث اليوم عن الدراما اليمنية و التباينات التي رافقتها هذا العام بين من يراها يعني محل إساءة للواقع اليمني ومن يراها بأنها إضافة جيدة للدراما اليمنية. كيف أو قبل أن نخوض في النقاش، يعني ما هي أعمال الأستاذ يحيى حتى الآن في هذا الشهر؟ أنا مشارك أيضا في هذا المسلسل غربة البن كضيف شرف، ولي الشرف أن أكون في هذا المسلسل مع أولادي ومع الشباب المبدعين، وأيضا مشارك في مسلسل مع ورور على قناة السعيدة. نعم. وأيضا كضيف شرف يعني. نعم. طيب يعني ما مدى رضاك سيد أو أستاذ يحيى في الإنتاجات الدرامية هذا العام؟ طبعا العام هذا واللي قبله أعمال درامية خاصة، إنتاج شركات خاصة، وجهود جبارة تبذل في هذا المجال، وبجهد خاص من الشباب بالذات يعني، بدعم من الشركات، طبعا الشركات الراعية التي هي تبحث عن مصالحها وتبحث عن إعلاناتها وتدعم الأعمال الدرامية. أنا في البداية تم كتابته حوالي يمكن 6 أشهر، والولد صلاح الفنان صلاح الوافي والأستاذ وليد العروفي وحسن الجمائي ومجموعة من الكادر معتكفين لكتابة هذا النص، كي يصلوا إلى نص يمني يحكي عن حقبتين، الحقبة القديمة والحقبة الحاضرة اللي احنا عايشين فيها. وأيضا يعاني من قضايا المغتربين والسفر إلى الخارج والبحث عن لقمة العيش في الداخل وفي الخارج. نعم. لكن يعني أستاذ يحيى، في مسألة الدراما اليمنية بشكل عام،
ما مدى يعني رضاك عن الدراما اليمنية بالمجمل؟ لو نرجع للخلف مشتركة مع الشقيقة دولة سوريا وأيضا مع مصر وأيضا مع تونس ومع الأردن، في أعمال كثيرة أنتجت فيها استقدم فيها فنانين كبار نجوم على مستوى يعني، لأن في ميزانيات والدولة كانت قائمة من دون انتجات من دون إعلانات. الآن أصبح المسلسل الدرامي أو الأعمال الدرامية الرمضانية تحاول أن ترضي الراعي أكثر ما ترضي الحبكة الدرامية أو الشيء الجميل اللي ممكن تنتج من داخل البلد لأجل البلد. نعم، لكن أستاذ يحيى، هل تعتقد أن الدراما يعني فعلا تعكس الواقع أو حقيقة الواقع اليمني، أم أن في الأمر يعني مبالغات كثيرة؟ إذا قريت في المقدمات المسلسلات التي تقدم أن هذا المسلسل من خيار الكاتب ولا يتكلم عن الواقع ولا ينقل الواقع بشيء، اللهم أنه الخيال خيار الكاتب يكون واسع، لأن الدراما لازم أن تكون فيها حبكات درامية، لازم أن يكون فيها تشويق، لازم أن يكون فيها دخلات وخرجات وغمزات وهمسات مشاهد تابع. ولا لو نقلنا الواقع بحذافيره، لو نقلنا الواقع بما حصل، فالواقع موجود بيننا والناس يشاهدوا يوميا. لكن بعض القصص محبوكة من الواقع، إنما الكاتب بيعملوا البهارات زي ما تقول البهارات والحوائج والملح والبسباس عشان تظهر ومظهر. هو اجتهاد ولكل مجتهد نصيب. وطبعا اي عمل يناقش او يعمل دليل انه ناجح. نعم، لكن استاذ يحيى، في مساله الشخصيات يعني ربما قد تتباين وجهات النظر في ما يتعلق بالمضمون والمحتوى، لكن هناك يعني شبه اتفاق بين يعني الكثير من الناس في مسألة شخصية الممثل اليمني، يعني كما يقولون أنه يعني صار الكل لازم يضحك بالعامية يعني في المسلسلات، يعني تجد معظم الشخصيات هي يعني تأخذ كل شخصية وتقدم يعني شكل اليمني بشخصية مشوهة أمام الأجنبي، كيف تعلق على هذا الأمر؟ هو ليس مشوه، أنا سابقاً يعني في الأعوام السابقة عملت أكثر من كاركتر وأكثر من شخصية، أي شرمان يا عيباء شاهد عيان، أكثر من كاركتر، لأن الوصول للمشاهد صنع نعم. إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماع الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، لو كنت تسمعني، لو يعني تذهب إلى مكان فيه تغطية جيدة، أو يعني نطلب من المنتج لو يعيد الاتصال مرة أخرى بالسيد يحيى. سيد يحيى، هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد، ريثما يعود. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا الاستطلاع من مأرب، والذي يعني أخذنا فيه آراء الناس حول الدراما اليمنية، نتابع سويا. إجمالية للواقع في اليمن، يعني الواقع في اليمن الآن ملخبط جدا، ويصعب على أي كاتب سيناريو أن ينتج عملا من داخل البلاد، خاصة إذا كان لا يستطيع. ففي مناطق سيطرة الحوثي الموضوع هذا منعدم تماما، وفي مناطق سيطرة الشرعية الصورة غير واضحة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن ينقل صورة معينة للواقع الذي تعيشه المناطق المحررة بسبب لخبطة الصورة. طبعا الدراما اليمنية من حيث المحتوى هنالك يعني من وجهة نظري هنالك نوعا من الضعف فيها، أيضا من حيث المحتوى، أيضا من حيث الجوانب الفنية الدراما اليمنية ضعيفة إذا ما قارناها بدراما عربية أو أجنبية. يغلب على الدراما اليمنية طابع الفكاهة
والتسلية. بعض المسلسلات في بعض القنوات تعالج قضايا اجتماعية وقضايا يعيشها المجتمع. أيضا هنالك أستطيع القول أن الكوادر أو الممثلين في المشاركين في مثل هذه المسلسلات لم يتلقوا تدريبا كافيا حتى يصبحوا نجوم في الدراما والتمثيل. في الحقيقة يختلف رأي الجمهور بين أنها تعكس الواقع أم تشوهه، لكن أنا من وجهة نظري بأنها تعكس الواقع بكل ملامحه وصوره. الدراما اليمنية نقلت جزء من الواقع الذي نعيشه اليوم أو الماضي الذي كان يعيشه آباءنا خلال المئة العام الماضية، مع وجود بعض الأخطاء، ولكن نقول بعض الثغرات البسيطة في الإخراج أو نعم. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع حول الدراما اليمنية من محافظة مأرب، ويعود إلينا مجددا ضيفنا ضيفنا من صنعاء الأستاذ يحيى إبراهيم الفنان اليمني المعروف. أستاذ يحيى، يعني قبل أن يقطع الاتصال، يعني كنت قد تساءلت في مسألة الشخصيات، يعني هناك الكثير من المنتقدين للفنانين اليمنيين بأنه في أي عمل درامي يعني صار من اللازم أنه الكل يضحك. يعني في المسلسلات العربية نجد أن الشخصية الفكاهية شخصية أو شخصيتين في المسلسل، بينما في الدراما اليمنية يعني معظم الأعمال تجد أن الكل لازم يضحك. يا عزيزي الغالي، مع كمان مسلسل مع ورور موجود يعني في الشاشة في قناة سعيدة، جميل تابعوه، مش ما فيش فيه كوميديا. لا هو الانطباع أستاذ يحيى، الانطباع يعني على فترات سابقة وعلى كثير من الأعمال، يعني ربما البرنامج أو المسلسل الذي تتحدث عنه يختلف، وهذا شيء جيد يعني للدراما اليمنية. يعني عندك الدلال عام الماضي، الدلال عمل كان درامي وشيق ومأساوي ومعاناة وإجرام وظلم فيه فادة. معك أيضا مسلسلات كثير يمنية زي المهر، الثار، الحب والثار، مسلسلات عديدة جدا، لكن التنوع لابد منه، وخاصة في مسلسل غربة بن يوجد الفنان الجميل والرائع صلاح الوافي، يعتبر هو من الكوميديان الشباب النابغين، يعني مثل سهير صابر، ومسلسل حتى الجزئين، يعني عملنا مسلسل المجانين او مسلسل الاحوال النفسيه، وكان ايضا كوميدي وكان هادف. وغربه البن ما ادري ليش الاستعجال، احنا الان الحلقه الثامنه، انتظروا الاحداث، انتظروا ماذا. لا هو استاذ يحيى، نحن بالحديث على مساله الشخصيات ليس في غربه البن، وانما الكثير من الاعمال، يعني ربما هناك ما اشرت اعمال يعني هي جادة نوعا ما، ولكن هناك كم كبير من الأعمال التي تنتج في الكثير من القنوات تجد بأنه يعني معظم الشخصيات يعني لازم تضحك، وبالتالي الناس تنتقد يعني أنه أظهروا شخصية اليمني على أنه يعني درويش ولازم كذا يضحك، وهذه القصص يعني. طيب ليش ما قالوا طاش ما طاش يضحك 18 سنة، وسلسلة طاش ما طاش في السعودية كلها كوميديا، وايضا مسلسل غوار الطوشي في سوريا، الدولة الشقيقة، يعني كله كان كاركترات وكلهم مضحكين من نعم. كل الكاركترات الموجودة، ابو عنتر وياسين بكوش وغوار الطوشي وحسني البورزان. ايضا في الاردن في مسلسلات كلها كاركترات، يعني احنا بس اللي بنقول الدراويش في بلدنا، كل بلد له ميزاته وخصوصياته. احنا نتكلم عن في غربة البن عن حقبة قديمة وعن تاريخ يمني زمان، ايام البن وايام الكذا، فلابد من تلطيف الجو، لابد من وجود شخصيات. رمضان يعني محتاج الى النكته، محتاج الى الكوميديا، مش لدرجه المسخره او السخريه، لكن احيانا الكاركترات بتخدم المشاهد يعني. لا هو يعني الكوميديا يعني شيء مهم ان تكون حاضره في اي عمل، ولكن يعني ربما نحن رصدنا الكثير من مآخذ الناس، وفي انه يعني كما اسلفت هناك الكثير من الاعمال العربيه فيها كوميديا، ولكن الكوميديا تقتصر في شخص او شخصين، بينما يعني في اعمالنا يعني معظم الطاقم او الفنانين يعني لازم انه يكونوا مضحكين، وبالتالي نفتقر لعمل جاد، يعني الكثير يبحثون عن عمل جاد بعيد عن الكوميديا ولو عمل واحد. عندك الان مع ورور كل الشخصيات جاده،
ما بيشرف فيه كوميديا في المسلسل. الو اذا جميل هي يعني تنويه جميل للمشاهدين لمن اراد متابعه العمل الجاد الذي يبحث عنه الناس. الان يعرض بيعرض على الهواء مباشره يوميا كنموذج لمسلسل يمني ليس في كوميديا ولا فيه كاركترات. نعم شاهدوه وتابعوه، بل مآسي وحزن ومشاكل وقضايا اجتماعيه بحته في جهتين، يعني لابد ان يكون هنا نوع وهنا نوع، التنوع لابد منه. نعم اذا اشكرك جزيل الشكر الاستاذ يحيى ابراهيم الممثل والفنان اليمني القدير، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقه، واعود لضيفي من ماليزيا السيد علي الويناني. سيد علي، يعني هل تعتقد ان هناك عوامل يعني لم يتم استغلالها بشكل صحيح لانتاج اعمال درامية أفضل من الأعمال المتواجدة حاليا؟ عفوا، يعني كنت قد تساءلتك، يعني هل تعتقد بأن هناك عوامل يعني لم يتم استغلالها بشكل صحيح لإنتاج أعمال درامية أفضل من ما هي من الأعمال المتواجدة حاليا؟ في البداية الأستاذ عبد الخالق تكلم على نقطة جميلة، أنه مهما كان اختلافنا في الرأي لكن يظل الأمر إيجابي، نحن ننظر الأمر على أنه منظور إيجابي، أنه المجتمع اليمني بدأ يتفاعل مع وسيلة جميلة وهي الفن، لأن الفن تعتبر لغة من لغات الشعوب للتعبير عنها. بالنسبة أنه لم يتم استغلال بعض الظروف أو بعض الإمكانيات، عندما نلاحظ للمسلسلات نحن نقدر المجهود الكبير الذي يقوموا فيه، ولكن كما ذكر فنان القدير الأستاذ يحيى قال إن المسلسلات والسيناريو لا يمثل الواقع وإنما يعتمد على خيال الكاتب أكثر، فنحن نطمح إلى استغلال إمكانية خيال الكاتب وإبداعهم إلى تصويرنا بصورة رائعة، إلى مناقشة قضايانا بشكل أجمل. يعني ليست بالمجمل سيد علي، يعني تعتمد على خيال الكاتب، يعني الخيال الذي يبتعد عن الواقع، ولكن معظم ما نشاهده هو نقاش لقضايا اجتماعية وتقديم هذه القضايا بشكل ينظر إليها الناس بأنها مغايرة للواقع من حيث الشخصيات، من حيث أمور كثيرة، يعني قد تكون الفكرة صحيحة ولكن طريقة التقديم. هذا هو الذي حدث للأسف الشديد، وأبدأ ردة فعل كبيرة جدا، أنه على سبيل المثال غربتنا بتناقش قضية مهمة بالنسبة لنا كمجتمع يمني، ناقشت فكرة الغربة والناس كيف كانت ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وايضا سلط الضوء على تجاره قد كانت منسيه وهي تجاره البن، وهذا شيء ايجابي جدا. نحن نطمح الى اعاده زراعه البن وترويجه ونعود للرياده كما كنا سابقا، لكن ما حدث من رك في بعض السيناريو وبعض الشخصيات اعطى انطباع سيء، لكن يظل الانطباع سيء فقط هو عباره عن نقد، وأنا أكاد أجزم أنه معظم الذي انتقدوا أو معظم المجتمع اليمني ما زال يتابع، وأنا شخصيا ما زلت نفس أتابع المسلسل كل ليلة وأنتظره، لأنه ما زلت أؤمن أنه الدراما اليمنية تتعافى، الوضع سيء في اليمن وأثر على كل المجالات، ونعرف أي صعوبات على موضوع التراخيص، موضوع الإمكانيات المحدودة الذي يقوموا بها، ولكن ما زلنا نطمح أنه إن شاء الله في الأعمال القادمة يتم المناقشة لظروف حية نحن نعيشها بشكل يومي، مناقشة غربة لمجتمع يمني عايش كله مشرد، صعب جدا أنه ممكن الناس ممكن يتقبلوا، الآن لم نعد مغتربين أصبحنا مشردين، المغترب انه يروح يشتغل يحصل فلوس يرجع يزور اهله، لحد الان نحن عايشين خارج الوطن لفتره 7 سنوات مش قادرين نرجع ولا قادرين نشتغل، فهذه الظروف كانت ممكن انها وهذه الامكانيات وهذه
الثروة في القضايا الاجتماعية التي تحدث بشكل يومي. نعم. كانت ممكن أنها تخرج بأعمال جميلة جدا تناقش المجتمع وتبين طموحهم، وأيضا تنتقل من مرحلة التأثر بالمجتمع اليمني، لأن الدراما الآن ما زالت تتأثر بالمجتمع، نريدها أن تتطور إلى مرحلة أنها تؤثر في المجتمع اليمني. نريد ذائقة الناس أن تتغير عندما ينظروا إلى الممثلين وشخصيتهم بإبراز الأشياء الحسنة، عدم إظهار السلاح على أنه مظهر شخصي للشخص. نعم. تبدأ الناس بتقبل هذه الأشياء. يعني هناك فئات من الشعب كثيرة جدا، بعض فئة كبيرة من الشعب تتأثر بكل ما يبث، فئة أخرى ترى. أشكرك سيد علي، يعني أوضحت الكثير و أشكرك جزيل الشكر. الباحث في العلوم الاجتماعية سيد علي الويناني، كنت معنا من ماليزيا. وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز، الأستاذ عبد الخالق سيف، مدير مكتب الثقافة في تعز. أستاذ عبد الخالق، يعني يتفق الكثير على مسألة الفكرة، بأن هناك فكرة في المسلسلات مرتبطة بالواقع، ولكن هناك مآخذ على مسألة تقديم الفكرة وعلى شخصيات الفنانين. يعني معظم الأعمال الدرامية كما يراها البعض، يعني أصبح أنه يعني لازم أنه الكل يضحك، يعني كل الفنانين لازم يكونوا بشخصيات مضحكة، وهذا الشيء الذي يعني استفز الناس واضطرهم لنقد هذه الأعمال، لأنها يعني تظهر المواطن اليمني بهذه الشخصية المنعكسة أو الظاهرة من خلال الأعمال الدرامية. بالتأكيد أن الفكرة دائما مثمرة في كل المسلسلات، وهو ما بمعنى أن النسيج الدرامي، مسار السيناريو ذاهب ويحمل فكرة جميلة. رمضان، النجوم، تجد أن نجوم الكوميديا هم من يتصدرون المشهد الدراما، ولذلك الدراما هي المسيطرة بشكل كبير جدا على أي مسلسل. في غربة البن، وهو المسلسل الأفضل والأكثر جودة من ناحية السيناريو، الإخراج، التمثيل والأداء، تجد أن من يحملون هذا العمل الدرامي صلاح الوافي فنان كوميدي، محمد قحطان فنان كوميدي، سالي حمادة فنانة كوميدية، كثير من الأسماء، توفيق الأذرعي فنان كوميدي. لكن بالتأكيد أن هناك ظلم عندما نقول أن جميع الفنانين يقدمون صورة كوميدية أو يلجؤون للتهريج بشكل يسيء. في مسلسل غربة البن تحديدا ستجد أن محمد قحطان، وهو فنان كوميدي من الطراز الأول، قدم شخصية جادة رائعة في هذا العمل مع قليل من الكوميديا. تجد ذلك الرائع المجنون الذي أحبه وأحب أداؤه وأمتدحه دائما، حسن الجماعي، قدم كاركتر الشخصية الشريرة بطريقة استثنائية رائعة. لدينا شخصية ستظهر خلال هذه الأيام، وهي الفنان الرائع والجميل في أول تجربة تمثيلية له، الفنان عمار العزكي، من سيأتي ابنا لمسعود ليقدم شخصية جادة جميلة. شروق، تلك النجمة الرائعة، قدمت شخصية جادة. كيف تم إهمال تقييم مثل هذه الشخصيات الجادة في عمل وهي نجوم من الطراز الأول؟ لماذا التفتنا لبعض التفاصيل وقيمناها على أنها هي كل المسلسل، بينما في ذلك طريقة ظالمة لهذا المسلسل؟ يعني أنت طرحت أستاذ عبد الخالق يعني تقييم جميل، و يعني أوضحت نقاط مهمة في مسألة هذا العمل، والكثير من المنتقدين يعني أوضحت الصورة في مسألة الشخصيات الجادة. ولكن يعني بعيدا عن غربة البن، هناك أعمال كثيرة لو أتينا لها، صدقني يعني نحن نتابع وأنت أيضا تتابع، يعني هناك يعني ربما قد تجد شخصية واحدة جادة، ومعظم الشخصيات كلها يعني لازم تكون كوميدية، وبالتالي هذا الأمر الذي يستفز الكثير في مسألة أنه يعني مش معقول أنه صار اليمنيين لازم أنه كل المجتمع والواقع كل الناس مضحكين يعني بهذا الشكل الذي ينعكس في الدراما.
أتفق معك، ما قلته صحيح بالتأكيد. الرسالة الأسمى والأهم التي يجب أن تصل للجمهور في ظل الواقع الراكد والذي لا يشجع صناعة الدراما الرمضانية في اليمن، يجب أن نشعر بنوع من السرور والرضا عما يتم إنتاجه في ظل الحرب، في ظل إرهاصات وتكاليف إنتاجية مخيفة. كل مسلسلاتنا ذات تكاليف إنتاجية قليلة ما عدا غربة البن، ربما يصل إلى تكلفة متوسطة، وهو ما جعله مميزا. بالتأكيد عندما نأتي لتقييم، هناك أيضا مسلسل حالتي حالة، هذا المسلسل وهو رد على الإخوة في تقييمهم في مأرب في أن هناك لا وجود لأعمال درامية في نطاق الشرعية. حالتي حالة أفضل مسلسل يجسد ما 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 ما, ما ما تعانيه مناطق الشرعية، وخصوصا تعز المحاصرة والمنكوبة. هذا المسلسل يقدم بقالب كوميدي ونجمه عامر البوصي، صحيح أنه يعتمد على الكوميديا، لكن هناك نجوم رائعين حوله أيضا يقدمون شخصيات جادة ورائعة، مع ورور نبيل الحزام شخصية رائعة جدا، الفنان القدير يحيى إبراهيم. هناك مسلسلات تظل موجودة، القدير أيضا عبد الكريم مهدي الفنان الرائع في مسلسل سيت كوم عسل صافي على قناة المهرة. هذا الحراك جميل، يجب أن يستمر، وسيتم تجويده بالنقد البناء، بالنقد الهادف. جميل. إذن مثلا سأخبرك، لا يجب أن ننتقد، تفضل أخي العزيز. نعم، إذا جميل ما طرحت، فقط أعتذر منك أستاذ عبد الخالق لأنه داهمنا الوقت، وأشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في هذه الحلقة. ومشاهدينا يعني نذهب الآن قبل الختام لنشاهد هذه التصريحات التي وصلتنا من تعز حول الدراما اليمنية، سنشاهدها سويا قبل الختام. والله بالنسبة للمسلسلات اليمنية هذه السنة كانت تتميز عن بقية السنوات كامل، إني رسمت صورة حلوة برغم الإمكانيات الصغيرة والإمكانيات التي يعني تعتبر غير مكتملة من ناحية التصوير، من ناحية الإخراج، من ناحية المنتج، إلا إنه رغم إمكانياته إلا إنه وصلت للحد المطلوب اللي يستمتع منه المشاهد، واللي يشوفه بطريقه حلوه وبطريقه يعني جذابه. بصراحه بالنسبه للمسلسلات اليمنيه مسلسلات رائعه وحلوه جدا، ولكن نجد بان هنالك في مبالغه لا تنقل الواقع اليمني 100%، هنالك مبالغه وكبيره جدا، ولم يتم التركيز على الجانب الدرامي ونقل صوره معينه، ولكن كان الجانب الفكاهي اغلب من يعني على الدراما اليمنيه، فهذا نقل صورة غير. وعندنا بصراحة نجد الممثل بأنهم فكاهي أكثر مما ينقل صورة الواقع. يعني إلى هذا اليوم إحنا بتاريخ 8 لا يحكي عن أي واقع، ولا استفدنا من هذا المسلسلات أي شيء، هذا كرأيي الشخصي أنا. لكن ممكن إن في ناس يتابعوا المسلسلات هذه يعقف في أو متابعين فيه، لكن أنا كرأيي الشخصي والله لا أجد أي تغيرات، لأنه ما يدور في المسلسلات والقنوات. إذن مشاهدينا هذه كانت استطلاعات وصلتنا من تعز حول الدراما اليمنية. وقبل الختام يعني نود أن ننوه بأن هناك جهود عظيمة بذلت من قبل الكثير من الفنانين والجهات العاملة على إنتاج هذه المسلسلات الدرامية، وهذه جهود تحترم، ولكننا حاولنا من خلال هذه الحلقة أن نوصل أو نظهر انتقادات الناس وذائقة الناس، يعني وما الذي يريدون الناس من خلال الدراما اليمنية. وبالتالي يعني شاهدتم هذه الحلقة. وفي الختام أشكر ضيوفي، كان معنا من تعز مدير مكتب الثقافة الأستاذ عبد الخالق سيف مدير مكتب الثقافة في تعز، وشكر أيضا للفنان القدير الأستاذ يحيى إبراهيم كان معنا من صنعاء، وأشكر أيضا ضيفي عبر سكايب الباحث في العلوم الاجتماعية الأستاذ علي الويناني. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا في من تحايا من الزميلة إلهام عامر في الإعداد والتنسيق، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.